ورجعنا تاني ولسه معانا سامر ورنا، وفي هنلعب سبوره من جديد. أوكي. المره دي بقى مختلفه. هنسالكم احنا اسئله وانت تكتب هي ايه وانت ايه، والعكس صحيح. ماشي. أوكي. سهله اجابتي واجاباتك. فهمتوا بالظبط كده؟ طب نقسم بقى. نقسم؟ لا عادي عادي. انت فوق اجاباتك وتحت اجاباتي، وانا انت فوق اجاباتي وتحت اجاباتي. على حسب السؤال. ده التفاهم ده يا جماعه. طيب. انا مش مصدق نفسي. السؤال الاولاني اغنيه لحنها سامر المطربه تانية كنت تحبي لو اديها لك؟ فكروا بقى انتوا كده ورونا. لا ده اسئله صعبه. استنى استنى استنى، ايه لو نسيتي اسمها اصلا؟ محتاجين نهدي النفوس. اه خلاص افتكرت. اتفضلي اتفضلي. ايه ده انت اسئلتك زي ماشي ماشي. جاوبت جاوبتي الاستاذ. اوكي طيب يلا واحد اتنين. واحد اتنين نلف واثبتوا بقى. صدخانا صدخانا. اغنيه جديده لهيفا لسه ما نزلتش. انا ما رضيتش اقول بقى عشان لسه ما نزلتش. لا ايه المشكله؟ لا ده حلو، ده خبر حلو، خبر جديد. بس صدخانا حقيقي. صدخانا حقيقي. صدخانا. وانت كنت عايزه تغنيها للفنانه شيماء الشايب؟ طبعا صوت اغنيه عظيمه، وشيماء غنيتها حلو قوي 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 قوي. بس من الاغاني اللي لما سمعتها قلت سامر هي الاغنيه دي ما جاتليش ليه؟ والموضوع عدى عادي معاك يا سامر؟ عادي عادي. والله. طب مفيش حاجة يعني كل ما اسمعه اقول له حسبي الله ونعم الوكيل. انا باخد بقى بالسنين اللي فاتت دي كلها دعوات. حسبان دعوات. دعوات ليك ان شاء الله يا رب. طيب سر عرفته عن التاني ولسه ما قلتهوش. تا 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 تا. هارس وح. سر عرفته عنه هو وهو لسه ما قلتهوش؟ يعني انت عرفتي عنه وما قلتهوش لسه هتقوليه دلوقتي والعكس صحيح. سر عرفته عنها وما قلتهولهاش. ولو متوقع برضو سر عنك اكتب برضو. متوقع سر عني؟ لا انا عندك سر بس انت. هي عرفته يعني. ده ما شاء الله ما شاء الله. لا ما صفر. رجع عشان اسراركم كلها مكشوفه وموجوده معايا. احنا صفر. ماشي. لا حاجه ايه ولا حاجه. انا عارفه كل حاجه. الله هنا صفر. سلام يا جه. صفر. وبراقبك. طب ثانيه بقى باسورد الموبايل بتاعي ايه ده؟ بغيره بعد الحلقه عادي. لا بس عارفاه. عارفاه طبعا. بس اكيد مش هتقولي للناس يعني. لا على فكره. طب انت عارف الباسورد بتاع موبايلها؟ عارفه. مالك يا سامر؟ انا بس فكرت لحظه. بس مش بس مش ده سر. ما ده سر. سر عادي انت عارفه. ها ماشي. ده شفت السؤال اللي بعديه. حاضر. موتوني والله. الحلقه دي يا ربنا يعديها على خير. اكتر حاجه بتضايق التاني فيك وحاولوا ما تنسوش تكتبوا اجابه الطرف الثاني عشان حضراتكم بتنسوا. الطرف الثاني يعني اقول بيتضايق منك في ايه وانت ما انا كتبت. انا كتبت نفسي والله. ايوه اكتبي بقى هو بيتضايق منك بقى. في ايه والعكس بتضايق منه في ايه. وانت نفس القصه يا استاذ سامر. فنانين برضو مرهفين الحس عندهم. في عصافير قاعدين معانا شايفين في الحين لابسين ابيض. لما يكون عايز اصحاب الخناقه. عايز سامر قاعدين في الانتري. ايوه بالظبط. سامر ثلاثة اتنين واحد. العصبية بلا سبب وايه؟ والعصبية والعصبية. صوتي العالي. صوتي العالي وبطيء. طب ثانية واحدة. بطيء ده أنا. بطيء دي مين هو؟ أنا. سامر. وانتي صوتك عالي طول الوقت لوحدي والله. العيلة كلها صوتها عالي. طب فهمينا بقى رنا فهمينا يعني ايه بطيء؟ بصوا سامر برج الحوت. بس كده. انا متأني. طب ما دلوقتي يا رنا ماشي. ايوه بس هو متأني قوي. وانا حمل. انا برج ناري وهو مائي. فاهمين حاجه؟ فاحنا بنبقى كده طول الوقت وهو كده. الميه ريلاكس جدا. الله. أيوه. والنار ايه بقى؟ النار بقى دي الميه بتطفيها. طب فنهدى بقى على بعض شويه. طب انت اكتر حاجه يعني هي طبعا صوتها عالي. ايه اكتر صوت بتسمعه مضايقك ومش عارف تركز منه عصبيتها يعني؟ لا هي بص ربنا مديها موهبه الصوت العالي ما شاء الله. ايوه بسمعه في الغرفه. بس انا اكتشفت ايوه انه في اصوات اعلى منها. ايه ده؟ قعدت قاعده كده في العيله اكتشفت ان رنا ملاك. مش رنا بس، رنا ومامتها وباباها. طب ايه ده؟ وراثه يعني جينات مش قصدها. انا اكتشفت كده فبقيت اتضايق. يعني احنا عيله ما تعرفوش تقعدوا خالص. احنا قاعدين نتكلم مع بعض. مش تقعدوا معانا. كله صوته عالي. كلنا هنتكلم كده. لا اصل سامر يعني انا بشوفه في الشغل هو قاعد. سامر هم عيله هاديه جدا يعني. انا بدخل عندهم البيت اوقات بزهق. لو في هدوء. ما هو انا بقى بتزعقوش ليه؟ عارف انت هم هاديين قوي. واحنا عندنا هناك البيت لما بنتجمع تلاقي بخدات بتطير. لازم تلاقي الناس العيال الصغيره بتحد في بعض بالعيال الصغيره. ويعني من يعني الحمد لله رب العالمين. هو كان بيعترض على الموضوع ده لحد ما جالنا مالك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طلع صوته عالي. صوته اعلى ده طالع وراثه حقيقه.
شفت بقى ملك فبقاش بيعترض هتكلم خلاص هتكلم هي الجينات هنا اقوى شويه بقى وبعدين انا بقى جوه في الاستوديو مثلا وهي ملك بره مثلا الاثنين بقى الله تخيل فجأة انت بس على فكره مش شرط مش شرط يعني ممكن هو طفل بس متهيألي ممكن لما يكبر يهدى شويه لا لا اصل هقول لك حاجه هقول لك حاجه علميه بس الاطفال بتاخد ذكائهم من الام طب ده ذكاء ده ذكي جدا امال باي باي يا سامر ايه بصي دي والله دي حاجه حلوه موهبه وصوت واتيتيود وايه ده عملت ايه انا قلقت اتفضلي يا استاذه بيكتب انا قلقت انا بغششكم يعني انا مش ذكيه لا انت ذكيه جدا بس بتنسي انت ممكن ذكائك يتنسي انت نفسك تنسي ذكائك عايزين نقول اكتر حاجه مهمه هي نسيتها اكتر حاجه مهمه هي نسيتها انا نسيت ايه اكتر حاجه مهمه انا نسيتها هي نسيت اكتر حاجه مهمه هي نسيتها طب عايز تكتب انت عشان مش فاكره استنوا طيب كده جاهز يا سامر ايه سامر ده هنسيب كل ده انت فاجئتني بصراحه هو انا مش متفاجئه انا حاسه ان انت كبره مش فاكره ما شاء الله هي اصلا مش فاكره وريني انت بقى بتنسى المواعيد المهمه وانا اللي بفكرها الله لا هو كل ستات مش فاكره كل الهوانم خلي بس عشان انا عايش في المرار الطافح ده كل الهوانم بتنسى المواعيد المهمه لكن ما بينسوش انهم يراقبوك او يركزوا معاك او انت بتاكل بتشرب رايح فاهم لكن مواعيدهم أو... لا لا سامر احكي لهم حكايه لما كلمتني واستنتني بره ونسيتها طيب دي حكايه طريفه بقى دي انا كنت رايح عندي استوديو ماشي قلت لها رنا ما تيجي تصوريني بره قدام الباب يلا حبيبي حاضر حلو انا قاعد نص ساعه بره نسيت دخلت الرنا قلت لها رنا وانت ما جيتيش ليه انا بشتغل إيه ما جيتش فين قلت لها مش هتصوريني اقسم بالله نسيت والله العظيم نسيت قعدت في العربيه بقى وابتديت ايه اركز انا هتصور ازاي وهي الهانم قاعده جوه في الموبايل بس هي افتكرت الفرح وافتكرت بالك وافتكرت الحمد لله احنا في حته حلوه يا جماعه انا سامر دايما بيقول لي انا خايف اصحى من النوم الاقيكي نسيانه انت مين انت مين نقطه ضعف الطرف الثاني نقطه ضعف عندك وعندها وانت نفسك بس نقطه ضعف عندك وعنده انتوا متخيلين بقى نقعد نتكلم معاكم في تفاصيل الحياه احنا لعبتنا هي اللي فيها كل حاجه فاكتب نقطه ضعفك ونقطه ضعفها وانت اكتبي نقطه ضعفك ونقطه ضعفه حصل وانتوا يا مشاهدين اعرفوا نقطه ضعفهم فركزوا معانا في الحلقه قومي وبصمي بقى كمان الاثنين عندي في نفس لو ملك اتوجع ولو رنا عيطت وانت بقى سامر الحنيه سامر بيحب الحنيه انا مالك ايه ده يعني بص هما الاثنين زي بعض في ان هو مالك صح كده هو مالك واحد يا عم ولو رنا عيطت ايه حكايه العياط بقى الهو يا ما هي دماغها بتعيط بسرعه دماغها قريبه نقفل الالم بقى ونتكلم بص انا مش دموعي قريبه بس بقالي فتره طويله دموعها قريبه بعيط على اي حاجه لو نسيت حاجه بعيط طب ممكن اخش في تفاصيل واقول لك اخر حاجه عيطت عليها ايه تمام. اخر حاجة على طول ايه ده اخر حاجة ينفع نقول هنا عايز لا عادي لا 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 إيه؟ لا لا في سامر احنا قاعدين مع بعض عادي على فكرة ايوه ما احنا قاعدين مع بعض والناس قاعدة معانا الدنيا كلها كنت شغالة في مكان بحبه جدا وشغلنا مع بعض انتهى لا حاجة تحزن فعلا كل حاجة بتبقى انا عارفة هي رنا عشرية قوي بتحب يعني بتبقى مخلصه كمان للمكان اللي هي فيه فبتنتمي للاشياء يعني بالظبط على فكره مش لوحدها كلنا كده كلنا هذا الرنا هذا الانتماء على فكره انا حاسه انها هتعيط دلوقتي فنسال السؤال اللي بعديه غيروها بسرعه عشان ابتدت الدموع تغرغر في عينيها طيب رأي اول حاجه شدت كل واحد فيكم في الثاني مش فاكره انا شايف ان احنا نختمها كده قبل ما بسرعه صح ده هتبقى ليله زرقاء عندك مكان في البيت فاضي تاخديها معاكي طيب تنورني بس ما اتمنيش يعني هتبقى بزعله تمام انا عندي سؤال هنا لطيف قوي عشان هقولها والله يا هانم طب هيك حاجه ما تعجبنيش هتعجبك يا واد استنى انت كاتب الاثنين ستر عليك انا كاتب يا ستر انت انا كمان هي اتشدت ليك في ايه كمان وانت اتشدتي هو اتشد ليك اهو هيكتب ايه البي يلا 3 2 1 اللي فوق اجابتها اوكي الاول تحت اجابتي ما جابش اجابتي صوته ايه عشان دي اول حاجه عرفتها ماشي صوته يعني اول حاجه عرفتها اللي عجبني فيها تلقائيتها اللي عجبها فيها كل حاجه طبعا الله الله انا قلت لك نخلص الفقره دي سامر هي اصلا مش فاكره
احنا مش عايزين نتكلم. لا 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 هقول لكم يعني حاجه، انا هنعديها. انا تعرفت على سامر في المعهد وما كنتش عارفه عنه اي حاجه غير ان صوته حلو بيغني، وانا كنت من الناس اللي كانت بتحب صوت سامر جدا. فدي اول حاجه انا عرفتها عن سامر، يعني اعجابي بيه كان اول حاجه عرفتها عنه هو صوته، من دي اول حاجه عجبتني. طيب ممكن نخش بسؤال همسح اهو اخر سؤال وهنقعد نهدى كده مع بعض. حاسس في حاجات هتطير، مش كنت شلت الترابيزه؟ لا مش عارفه والله، ده احنا طيبين. عيب عيب غلبت من انك تحاول تعالجه في التاني وفي نفسك، كل واحد يكتب عن نفسه وعلى التاني. عيب فين مبقى فين حاولت ايه ده في ايه ما صدقته؟ افتكرت حاجه عصبتني يا ساتر، افتكرت حاجه عصبت قوي. افتكرت حاجه زعلت. عيب عندك وعند شريك حياتك، غلبت انك تعالجه في نفسك وعند شريك حياتك. احنا بنهدي النفوس. انت حاسس ان احنا بنهدي النفوس؟ انا حاسس ان احنا هناكل علقه. صح احنا هناكل علقه. والله احنا هناكل دار. بس اقول لك ايه، يعني انا مبسوط ان في 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 تفاعل، والنبي في كنترول يبقى اكتبوا لنا نعرف برضو النتيجه وحاولوا تنجحوا البي عشان خاطري. لا 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 لا، رنا رنا هي اللي تنجح، ما تهزروش. والله انا قلت حاجات كتير قوي في صالحه كويسه. انا ما خلينيش بقى اكتب بقى حاجات. انا هشوف. طيب. انت تشوف ايه اجابتها عني ايه، لان انا مش عارف اجاوب عني حقيقه. الله عشان شايف ان انت ما عندكش. لا معلش لف ورا. عندي لا لا تري. طب اكتب مشاكلك يا استاذ. اكتب يا بيه عندك عيب. انت شايف انت عندك عيوب؟ حاولت. عندي عيوب طبعا. يا نهار ابيض مش عارف انت شايف نفسه. طب احنا ايه هنشوف الاجوبه ونقفل الحلقه. قال لك انا هكتب، مش هكتب عني، اشوف هي كاتبه ايه عشان انا مش عارف. فضايحنا ما تطلعش قدام الناس يا فنانه. يلا ها 3 2 1 اتفضلوا. اتفضل سامر. عصبيته ايه خصوصا وقت الخلاف. انا التسرع. التسرع. التسرع والعصبيه. ايه ده ما شاء الله، ما هو الاثنين واحد. انت مش كنت بتقولي عليها هادي ازاي بقى؟ بس وقت ما يحصل مشكله انا ما حدش يتكلم. اعوذ بالله، اعوذ بالله من غضب الله. بس يعني اتقي شر الحليم. لا 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 لا. طب انا